تسأل عن سبحان الله العظيم وبحمده، زيادة وبحمده في الركوع، هل هي مشروعة؟ المحفوظ والمتفق عليه من أذكار الركوع سبحان ربي العظيم، وكذلك في السجود سبحان ربي الأعلى. وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية زيادة وبحمده في هذين الموضعين، وذلك لوروده في بعض روايات الحديث فيقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأصل هو الاقتصار على سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ولو زاد بحمده لوروده في بعض الروايات وإن كان فيها ضعف فلا بأس بذلك، لكنه ليس من السنة. السنة تتحقق بقول سبحان ربي العظيم. لكن جاء في أذكار الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول ذلك في ركوعه وسجوده، يتأول القرآن، وذلك في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.